قرارات جديدة أعلنت عنها الرئاسة التونسية لمواجهة وباء كورونا بعد اجتماع أشرف عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإطارات عسكرية وأمنية عليا، وتناول الاجتماع الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي في البلاد. اجتماع تأخر لكن اجتماع هام يستجيب لطبيعة المرحلة من حيث الدقة ومن حيث الخطورة في علاقة بانتشار وباء الكوفيد. تأخر اللقاح ووضع الارتباك والفوضى التي سادت الفضاء العام في علاقة بالنقل العمومي، في علاقة بالمصالح والمرافق العامة، في علاقة بالمجال الخدماتي. الإسراع في عملية التلقيح وتقسيم البلاد إلى أقاليم مع الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية من القوات المسلحة، إضافة إلى دعوة الإطارات الطبية حديثي التخرج، هي مجموعة القرارات التي أسفرت عنها المباحثات الأخيرة، وستنطلق هذه الإجراءات في المناطق الأكثر تضرراً من الوباء. اتجاه طوارئ، بالتالي خطة عمل في سياق التنسيق بين الأجهزة العسكرية والمصالح المدنية في مجال الصحة، لكن أيضا في مجال الإدارة وفي مجال الأمن، على أساس محاصرة أسباب انتشار الوباء. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس، أوضح سعيد أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة اختيارات سياسية لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان، بل خضعت للمصالح الحزبية الضيقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني.